تدريب على إيجاد الإلكتريك فورس وتمثيلها as a vector. Problem 38 من الكتاب. A proton شحنته معروفة 1.6 times 10 to the power negative 19 is located at 0 مع 0 مع negative 2 times 10 to the power negative 9 meters. And an alpha particle اللي هي consisting of two protons شحنتهم الإجمالية معروفة and two neutrons is located at ومديني البوزيشن بتاعها. We'll calculate the force the proton exerts on the alpha particle. رسمة بسيطة عشان توضح الاتجاهات. عندنا محور X والواي لفوق والزد هنا عشان نتوافق مع اللي مديهولنا. 0 مع 0 مع نيجاتيف 2 ويبقى هنا البروتون. الألفا موجودة عند 1.5 مع 2 يبقى هنا الألفا بارتكل. لو وصلت بين الاتنين هديني الفيكتور R. هو عايز في البارت الفورس اللي بتأثر بيها البروتون على الألفا. طبعا ريبالسيف فورس لأن الشحنات بوزيتيف في الحالتين ده F بروتون على الألفا وبالتالي محتاجين R من البروتون للألفا ده هسميه R. نحسب عشان أحل البارت A. هقول ال R من البروتون للألفا اللي هو R ألفا ماينس R بروتون. ال R ألفا 1.5 times 10 to the power negative 9 مع 0 مع 2 times 10 to the power negative 9. البروتون موجود عند 0 مع 0 مع نيجاتيف 2 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 9. 1.5 ماينس 0 يبقى 1.5. 0 ماينس 0 2 ماينس نيجاتيف 2 يبقى 4 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 9 مترز. يبقى ده اول جزء. احنا قلنا الخطوات بالترتيب: نحسب الفيكتور بعدين نجيب الماجنتيود بعدين نجيب اليونت فيكتور وبعدين نمثل القوه. دلوقتي ار من البروتون للألفا أزا ماجنتيود قلنا هناخد الجذر التربيعي للآر إكس سكوير مع آر واي سكوير مع آر زد سكوير. في حالتنا هناخد الجذر التربيعي لون بوينت فايف سكوير بلس فور سكوير. طلع الناتج 4.27 times 10 to the power negative 9 meters. يبقى دي الخطوة التانية. الخطوة الأولى جبنا الفيكتور، الخطوة التانية جبنا الماجنتيود. الخطوة الثالثة نجيب اليونت فيكتور R هات من B للألفا هيساوي ال R من ال B للألفا تقسيم الماجنتيود. يبقى ده هيساوي هقسم ال 1.5 تقسيم الانصر اللي من شوية اداني 0.351 وطبعا الزيرو على اي رقم بزيرو والفور تقسيم ال 4.27 اداني 0.936. طبعا اليونت فيكتور ملوش وحدات يونتلس. الخطوه اللي وراها احنا ما جبنا الفيكتور ماجنيتيود اليونت فيكتور. الخطوه اللي وراها نجيب ماجنيتيود الفورس اف الكتريك كقيمه لان بتفرق هي بروتون على الفا ولا الفا على بروتون. كي كيو بروتون كيو الفا تقسيم الار اللي بينهم سكوير. ال K9 times 10 to the power 9. طبعا الشحنات نحط عليها absolute حتى لو كانت negative ناخد قيمة البوزيتيف. البروتون 1.6 times 10 to the power negative 19. الألفا شحنتين
بروتونز، يبقى 2 تايمز 1.6 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 19. المسافة اللي بينهم حسبناها 4.27 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 9 الكل تربيع. نحسب الفورس بالآلة، 1.6 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 19 تقسيم 4.27 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 9. حسبت طبعا طلعت قليلة جدا، 2.53 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 11 نيوتن، اولموست زيرو، حاجة صغيرة جدا يعني. بس عايزين نمثلها، فنقول الاف هو عايز، قلنا في البارت ايه، البروتون على الالفا، بروتون على الالفا نكتبها بالمنظر ده كفيكتور، هتساوي الاف الكتريك مضروبة في اليونت فيكتور ار اللي احنا حسبناه، اليونت فيكتور وليس الفيكتور. يبقى نفس اللي حسبته اللي هو 2.53 هضربه مرة في 0.351 فاداني 8.87 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 11 يعني نيجاتيف 12 مع 0 مع هضرب في 0.936 اداني 2.37 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 11 نيوتنز. يبقى ده الفورس او هذه الفورس اللي بتاثر بيها البروتون على الالفا. في البارت بي عايز العكس، بيقول كالكليت ذا فورس ذا الفا بارتكل اكزيرتس اون ذا بروتون، اللي هي القوه دي اللي هتكون العكس كده هنا كده، دي اف الفا على البروتون طبعا في اتجاه النيجاتيف ار. يعني كل اللي هعمله هغير بس الاشارات، هقول ان فورس الالفا على البارتكل على البروتون هتساوي ماجنتيود الالكتريك فورس ضرب نيجاتيف الار هات. يبقى نيجاتيف، يبقى نقول كده الايت بقت نيجاتيف 8 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 12 والزيرو فضلت زيرو، وهنا بقت نيجاتيف 2.37 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 11 نيوتن. يبقى خطوات الحل مرة تاني، هنحسب فيكتور، هنحسب ماجنتيود، هنحسب يونت فيكتور، هنحسب قيمة الفورس وبعدين نضربها في الفيكتور او نيجاتيف الفيكتور حسب هو عايز منين لفين.